اللي مهتمه بالكرا وباغا تكري تجي للقصريه الصافي اللي في شارع جيش الملكي في المحمديه، تسول غير على الحاجه الصافي. الحاجه الصافي وراه غادي نعتو لكم البيرو ديالها، حتى هو راه كاين في الطابق الثاني. فين كاين بالنسبه للبيرو ديالها؟ ها هو راه غادي دوزو من المحل عندي هكايا، غتمشيو الطول، ها هما كاينين هاد الدريجات، ها هو البيرو ديالها، هو هذا هنايا غادي تدقوا عليها اولا يعطوكم الدراري لتحت اللي خدامين لتحت كيبيعوا ويشريوا، راه تقولوا لهم بغينا التليفون ديال الحاجه مولات القصريه بغينا نكريو، راه غادي يعطوه لكم. السلام عليكم بنات، كي دايرين لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. البنات جيت نقول لكم واحد الخبر. يلا حليت المحل وغادي نسد المحل. كيف كتعرفوا البنات والله ما سخيت ما سخيتش ما سخيتش ما سخيتش. اللي خلاني غادي نخوي المحل وهو البعد، بعيده بزاف بزاف وما كنجيش، ما كنقدرش نمشي ونجي. وكتعرف المحل راه خصك تجي الصباح وتسد هكاياك ديك بين 12 لجوج وتعاود تجي تحل وتعاود في الليل، ما كيخصكش تسد بكري العشيه، ما خصكش تسد بكري. انا 5:30 كيخصني مثلا 5:15 كيخرج ولدي من ليكول كيخصني. ماشي مشكله، حطي مع 5:30 خصني نسد باش نمشي نهز ولدي من المدرسه نديه وما كنرجعش. وفي القيصريه هنايا من ديك الخمسه بحال هكايا الفوق عاد اللي كتكون الحركه انا ما كنحلش. جيت هذا الشهر كامل يلا جيت فيه شي ثلاثه المرات بحال هكا، فاضطريت نخوي المحل. وبالنسبه للتجربه ديالتي في هاد القضيه اللي درت ديال درس محل، واخا خسرت فيه ما خسرتش في الاصلاحات، شنو خسرت غير في الماتيريال اللي شريت وهذا، ولكن انا فرحانه بالنتيجه ديالي. المهم درت واحد التجربه اللي ما غتبقاش فيه، ما نبقاش نقول لا ما كان عليا ندير، كان عليا ضروري كان عليا ندير محل، لا انايا ما كنجربش. انسان مزيان يجرب. المهم انا التجربه ديالتي ما نقولوش كانت فاشله، لا بصراحه الحمد لله كسبت ناس غزالين طيبين، تعاملت مع ناس، ولكن ماشي معنيسه كنقول لكم راني غادي نحبس البيع والشراء، لا هادشي اللي باقي عندي غادي نبقى نبيع ونشري بحال هكايا في مواقع التواصل في اليوتيوب. دائما حاليا عندي سلعه جديده، يلا جبتها البارح فقلت ما نصورهاش دابا حتى نجي نبدا نخوي المحل شويه بشويه ونصور لكم سلعه جديده اللي جبت. وكنت قلتها لكم في واحد الفيديو، كنت قلت لكم غنجيب سلعه جديده وفعلا راني جبتها، غير باقي ما ساليتش نصورها. بالنسبه للانسان مزيان يجرب، مزيان فراسك واحد الحاجه جربها. نجحات لك مرحبا والف مرحبا، ما نجحاتش لك كتقول بعدا راني جربت. وشحال من وحده قالت لي كون بديتي غير في مواقع التواصل من بعد عاد ديري المحل، انايا درت داكشي بالعكس، ولكن ماشي مشكل. الحاجه الوحيده اللي خلاتني نحبس وهو البعد. كيف كتعرفوني راني كنسكن في طريق بوزنيقه، راني قريبه لبوزنيقه، والمحل راه جا بعيد، راه نقول فحال الا تقريبا مع دخلت المحمديه تقريبا، يعني كاين عندي واحد المسافه طويله. فكنقول غادي نبقى مثلا ولو غير هاد الصيف هذا، فما استطعتش البنات، وانتم غادي نوريكم كيفاش كنجمعوا الحويجات. وبالنسبه للاخوات اللي مهتمين هكايا بالبيع والشراء، اللي كتكون قريبه هكا في المحمديه وبغات تكري المحل، انا ننصحك تكري من عند هاد السيده هادي. ها انتم كيف كتشوفوا ها الباكاج ديالي كنجمع فيه. المحل راه كبير، ها انتم راه فيه جوج بيبان، كيف كتشوفوا هاد البلاصه اللي فيها الفيترينا، كيف كتشوفوا هادي هنايا، وهذا باب. يعني المحل تبارك الله كبير، اللي مهتمه وباغا تكري فتجي عند هاد السيده الطيبه اللي الله يعمر لها الدار. زعما انا كنمدح فيها لحقاش انسانه تستاهل وحق الله العظيم، واحد المعامله عندها الله يعمر لها الدار. انا فاش كنت كنقاد في المحل غادي كنحط في حوايجي، جا السيد اللي كان شاري الساروت وبقى كيشوف في المحل وقال لي عرفتي، قال لي هاد العتبه والله العظيم راه ربي شاهد عليا، قال لي هاد العتبه مرزاقه، قال لي كسكاري ثلاثه الحوانت في هاد القيصريه.
وقال لي وهاد الحانوت عتبته زوينه. وفعلا حتى انا اللهم لك الحمد زعما كاينه في هذا الشهر اللي داز اللي حليت فيه ديال رمضان، اللهم لك الحمد بعنا وشرينا ودوزنا ايام غزاله كيف قلت لكم، والله العظيم الا دوزنا ايام غزاله مع الحاجه ومع الناس القيصريه هنا، راه كاع ناس طيبين. والمحل هذا اللي كيف كتشوفوا راه جا انفاس معاه صالون صافي، وهنايا راه كاين الدروج كاينين المحلات الاخرين، زعما حتى اللي بغى يجي القيصريه يتقدى يجي مرحبا به. هانتوما كاين محل تما كاينه ديال الحوايج الوليدات الصغيورين، كاين محل ديال الحوايج بحال داكشي اللي كنبيعو نشرينيش انا يا جليل بات، كاين واحد مول الشوكولا تما كاينه، كاينين مالين صبابط لتحت مالين المكياج، ما شاء الله كل شيء كاين في القيصريه البنات. وانا يا ضروري دابا القيصريه ولفتها ضروري غنبقى نجي مره نطلع عليهم. جيت نكمل معكم الفيديو البنات اللي بديت في المحل غنكملو معكم في الدار، فما ساعدتنيش ساعدنيش الوقت باش ندير لكم باش نكمل الفيديو تما كاينه، حبسوني شي حوايج فقلت صافي خلي حتى نجي للدار ونكمل الفيديو. ومزيان نيت لحقاش كانوا شي اخوات كانوا سولوني على واحد البرودوي كنت شاركته معكم شحال هذه في واحد الفيديو كنت ذكرت غير سميتو وشكرته، وفعلا راه دابا هي شي من اول معرض ليا درت بالنسبه للبنات اللي متابعيني راه عارفين اول معرض درت مع منى تساويل كنت مشيت ليه في غالري بن عمر اللي في المعارف في كازا. برودوي واعر لا ديال الوجه ولا ديال الشعر الصراحه، مخير خلاص ديال الشعر وافقني بزاف بزاف، معني شعري خفيف والله العظيم الا وافقني البنات نوريه لكم منيس. ها حبست ليه الصبايغ الا عقلتو، راه كنت درت شاركت معكم شحال هذه الصباغه اللي كنت درت هاينا هانتي بالشيب ديالي. وافقني بزاف هذا البرودوي هذا والله ما مصاوبه ما والو، ها كنشف بالسيشوار وكنجبد شويه هنايا القدام وصافي. هذا ديال الشعر وافقني بزاف مازال ديال الوجه ما كنديروش بزاف، كنت اخترت ندخل مع الطلاب خطرات كنعيا كنعكز غير كنمسح وصافي، اولا كنغسل بالصابون وكل مره شنو كندير مره بعد المرات ما كندير والو. ولكن غزال البرودوي اللي قلت لكم اللي هو في طوفين الصراحه ما كنتش غادي نبدا به هو الاول، ولكن صافي ملي جبت معكم الهضره عليه غنبدا به. هذا جيل دوش لا ها الشامبوان هاو من المعرض، اول معرض درت في قال غير بن عمر والله ما عقلت شحال دابا راه تكون شي 4 شهور فحال هكايا، وهنا وليت كنستعمل غير هذا الشامبوان غير هو انايا مع الصبايغ شويه هذا كينشف ليا شعري، ولكن معاه الماسك ديالو معاه الماسك اللي كيخليه ملس والله العظيم البنات زعما كاين انايا ما غاديش نحلف على الكذوب او لا والله العظيم الا كنحلف على صدق، غير السيده بعد كنت تبارك الله مولاتو فارماسيانا هي اللي غتقدر تشرح لكم اكثر 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 على هاد لي برودوي ديالها، انايا ما عنديش درايه بكيفاش وما كنعرفش كيفاش غنوصل لكم المعلومه. غادي نحط لكم الكارت فيزيت ديالها راه عندي وتواصلوا معها اولا دخلوا عندها الانستغرام ديالها في طوفين وتواصلوا معها. هذا كيفاش هانت فيه هاد الرغيوه هادي وفيه بحال الزيت، مع كيف قلت لكم انايا ما كنستعملش هاد اللوسيون باش كيمسحوا الوجه ما كنستعملوش، كنغسل بالصابون وكندير الكريم ديال الانتي غيد وكايه ديال الليل وكنعس حيت كنت كنشريهم والله العظيم الا غكرميهم. دابا هذا قالت لي وقلتها ليها قلت لها شوف انا راه ما كنستعملش هادو راه غير كنرميهم ما كيعجبنيش نمسح وجهي كنبغي نغسل، قالت لي وجربي هذا وفعلا عرفتي كيخلي لي وجهي رطب وفحال مزيت ما ناشفش ما كينشفش في الوجه. وكندير عندها هذا ديال اونتي اج كاين في الزيت وكاين في الكريم، انا يا سبحان الله ما عرفت علاش كيعجبني الزيت، بناتي قالوا لي ماما علاش ما خديتيش الكريم، قلت لهم لا انا كيعجبني الزيت كتعجبني بحال كنحس به طبيعي اكثر من الكريم، ما عرفت هذا واش هذا غير معتقد ديالي انا ولا ما عرفت، راه هو ملي كتدير غادي وكيطلع. راه دابا انا راه واصله فيه هنايا راني واصله فيه هنايا، دابا هادشي اللي كتشوفوا في هذا اللون راه خاوي ما حدك ملي كنرشو بحال هكايا هذه كتطلع غزال
غزال البنات دابا 4 شهور باش جربه، رغم انني خارجه عليا القهوه المصران كيقتلني دارني ديما، وجهي معصور ديما وجهي معصور مع المصران. ودابا هانتوما اللي غيسحاب لكم حاطه قهيه، ولا راني حاطه غير لي بطون، ماشي لي بطون، هذا واحد الشاي زوين جابته اختي من السعوديه، وكندير فيه كندير معاه شويه ديال الهيل، واحد ثلاثه الحبات ديال الهيل، وكندير معاه واحد شويه القرفه وشويه ديال، شوفي كنكون في حاجه كنولي في حاجه ما تديوش عليا صافي راكم ولفتوني. وكندير فيه هذاك واحد العشبه غليظه شنو كيقولوا ليها، راه كيديروا هذاك الشيء التخربيق كيديروا في الكبسه، عرفتي كيف كيجي رائع بهذا باش كنحيد القهوه والله العظيم الا، ومعك اللون ديالو تا هو فحال القهوه حيت القهوه صافي قتلاتني مصارني مرض، وما كنحشمش كنقطع هذيك يومين 3 ايام وكنعاود نرجع ليها حتى كيولي وجهي بخير، غا كنرجع ليها عاوتاني كيضرني المصران كيتعصر ليا الوجه، ولكن اللهم لك الحمد. المهم البنات شوفوا كيف قلت لكم، انا راني واخا خويت المحل وقلت لكم اللي بغات تمشي بالنسبه للناس اللي ساكنين في المحمديه، يا ريت انا كنت قريبه والله ما نطلق المحل غادي نبقى فيه، لحقاش مزيان الانسان ما يبقاش غا جالس في الدار، مزيان الانسان يخرج يخدم يتحرك، ماشي ضروري حتى تكون مخصوص تتوقف على الفلوس عاد تبدا تقلب على خدمه، هذا خطا، هذا خطا وخطا كبير البنات، وكنهضر وكنعلمها حتى لوليداتي، كنعلمها حتى لولادي وحتى لبناتي، هذا الوقت انسان ما يجلس يقلب غير هو مي ما يديرش شي حاجه اكثر من الجهد ديالو، دائما الانسان يمشي على حسب المستطاع ديالو. المهم كيف قلت لكم انايا هاد السبت والحد بغيت لونسي ليكم، بغيت لونسي ليكم هاد السبت والحد، دابا يا انايا كنسجل ليكم اليوم 2 يعني باقي يعني الفيديو غيتحط الثلاث يعني الاربعاء الخميس الجمعه، باقي 3 ايام غادي يكون السبت والحد، غادي يكون واحد الكونكور في كلوب رياض اللي جاف شنو سميت ديك البلاصه جمعت فضالات عين تكي، حتى هما كيقولوا لك كدوزوا على عين تكي فحال الا غادي ندريم فيلاج، راه بزاف ما كاينش اللي ما كيعرفش دريم فيلاج، راه معروف راه كلوب رياض جا قبل من دريم فيلاج، الا كنتو غادي ندريم فيلاج وكنتو جايين من المحمديه مثلا، جيتو من المحمديه ودزتو على اللويزيه كدوزو على اللويزيه وكتشدو الطريق ديال وزيل الملح ديال جمعة فضالات، دوزو عليه كتبقاو غاديين 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 حتى كيبان ليكم وزيل الملح، راه الكلوب راه كتفوتو وزيل الملح شويه راه لاصق عليه راه كتفوتوه شويه كتلقاوه. وبالنسبه اللي جايه من كازا البنات، الا كنتو جايين من كازا جايين في لوطوروس راه كتشد تخرجوا من ما تخرجوش من غرب المحمديه، كتفوتو غرب المحمديه وكتزيدو تطلعو كتخرجوا في لوطوروس ديال وسط المحمديه، وسط المحمديه راه كتخرجكم ديريكت للويزيه، من اللويزيه غتبقاو نيشان راه غتسولوا على وزير الملح غيوريوه لكم، غتمشيو ليه نيشان كيف توصلوا لوزير الملح تزيدوا تفوتوه واحد شويه غتلقوا عينيكم على يديكم هذه اليسرى غادي يبان لكم كلوب رياض، انا غادي نكون تما كاينه ان شاء الله، وغادي نكون ان شاء الله غادي ندي واحد جوج ندي واحد جوج ديال هكا اللي لقات غادي ندير واحد ستوند اللي هو صغير تما كاينه نحط فيه السلعه كيف ممكن ما نحطش السلعه انا وكانتي يلا حتى تجاوبوني في التعاليق البنات الا كنتو بغيتو تجيو مرحبا و الف مرحبا، راه كيكون واحد الجو غزال كيكون واحد يعني انا احنا مولفين داكشي حنا كيعجبنا بالاخص كتفرج بحال هكا هي ديك الاجواء ديال الفروسيه وديال لي زوبستاكل وكاين الوليدات وهذا كينقزوا في الحواجز كيكون الاجواء كيكونوا اجواء رائعه. نتمنى ان شاء الله تجيو ونتلاقاو تما كاينه ونتشوفوا، واللي ما شريت نزه على الاقل تفرجوا راه كاينه الريستوراسيون كاينه. غنوريكم البنات الحويجات غادي نوريكم غير واحد بسرعه الصراحه واحد الروينه دايره ليهم انا في الدار، صرا كنا كنجففوا الدنيا مرونه شوفوا على حاله دايره ليهم ها الحوايج فين حاطاهم، ها انتما باقا كنقاد في الحويجات البنات ها هما شي هنايا شي لهي شي انايا
الا مشيت للكلوب هاد اليامات ان شاء الله غنحاول نحط لكم فيديو اللي غادي نعطيكم فيه النعس من الاول، رغم انني راني دابا نعت لكم بفمي، وكيف كيقولوا اللي بفمه ما يتلفش، كاينه هاد القضيه ديال لوكاليزاسيون هادي. ولكن باش نكون معكم صريحه والله العظيم انا هنايا اليوتيوب باقي ما كنعرفش نحط لوكاليزاسيون فيه، باش زعما كاينه تجي تمشيو ديريكت للبلاصه. هذا غير كسل مني بصراحه، غير كسل، لحقاش الانسان ملي كيبغي يدير شي حاجه راه كيوصل ليها. فان شاء الله اللي مهتمة نتلاقاو ان شاء الله جميع نهار السبت في كلوب رياض ان شاء الله، كلوب الساخي، راه هو راه بحال الا غاديين لدريم فيلاج. فما نطولش عليكم، خليتكم في امان الله وحفظه، والسلام عليكم.